بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد ابي واخوتي امين. انا سعيد طبعا ان انا ابقى موجود في كنيسه العذراء في وجود شعبها المبارك وقدس ابونا والاباء كلهم. كل سنه طيبين، بمناسبه خلاص داخلين على الايام الجميله، أسبوع الآلام والقيامة والحاجات الأيام الحلوة دي اللي واحد يستناها من السنة للسنة. نقرأ الجزء الخاص بموضوعاتنا وهو من الإصحاح السادس من سفر الأمثال لسليمان الحكيم. الإصحاح السادس والعدد 16، نقرأ من 16، يقول هذه الستة، طبعا انتوا حفظتوها لان دي خامس او سادس محاضره مش كده، هذه السته يبغضها الرب، وسبعه هي مكرهه نفسه: عيون متعاليه، لسان كاذب، ايدي سافكه دما بريئا، قلب ينشئ افكارا رضيه، ارجل سريعه تلجريان الى السوق، شاهد زور يفوه بالاكاذيب، وذارع خصومات بين إخوة، مجدا للثالوث القدوس الآب إلهنا أمين. سليمان الحكيم، سفر الأمثال ده الحقيقة لما حد بيبقى يعني عاوز يبتدئ في الحياة الروحية نقول له ابدأ بسفر الإيه؟ الأمثال. الروح القدس يرشد سليمان الحكيم علشان يقول له اكتب بالروح، وده الوحي في العهد القديم. الوحي في العهد القديم، في فرق بين الوحي في العهد القديم وفي فرق بين الوحي في العهد الجديد. الوحي في العهد القديم الروح القدس كان يلغي شخصية الكاتب. يعني ايه؟ يعني لا واحد زي عموس راجل مزارع وبيجمع الميز، فلاح يعني بسيط، نلاقيه بيتكلم عن قورة الأرض والفضاء طب جاب الكلام ده منين؟ اتلغت شخصيته والروح القدس تكلم على ايه؟ على لسانه. ده في العهد القديم. وفي بعض الأديان واخدين الفكرة ديت انه يقول لك ان هذا اللي تنبأ ده ما كانش مثقف مثلا، بس بيتكلم في الثقافة وبيتكلم في العلم. ليه؟ لأنه واخدين نفس الفكرة بتاعت ايه؟ الوحي في العهد الايه؟ القديم. الروح القدس يلغي شخصية الكاتب ويتكلم عليه، يقول روح الرب علي مسحني، وواحد تاني يقول روح الرب علي فقال لي قول كذا وكذا وكذا. ده في العهد القديم، ماشي؟ الوحي في العهد الجديد الروح القدس يذكركم بكل ما قلته لكم. يبقى الروح القدس كان بيذكر الكاتب ويعصمه من الخطأ، ميجي يعمل حاجة يقول له لا وقف، لا دي غلط، لكنه لا يلغي صفته ومؤهلاته. ليه بقى؟ لأن الروح القدس روح الايه؟ النعمة، فبيرشد ويذكركم. هذا الروح القدس الذي يرسله الأب باسمي هو يعلمكم ويذكركم بكل ما قلته لكم، مش كده؟ عشان كده نلاقي واحد زي الدكتور مين من التلاميذ اللي كتبوا الأناجيل، دكتور لوقا. دكتور لوقا الوحي ما لغاش شخصيته، أما يجي يوصف معجزة يقول لك وكانت يده اليمنى يابسة، ويقول لك واحدة كان عندها نازفة دم، راجل دارس طب، فبيقول ايه؟ بيوصف المعجزة من خلفيته الايه؟ الطبية. نلاقي هنا سليمان الحكيم بيقول ستة ربنا بايه؟ بيبغضهم، والسبعة هي مكرهة نفسه، يعني جابت الآخر يعني.
وستة والسابعة ديت كان أسلوب فلسفي في الكتابة في زمن سليمان الحكيم، خمسة والستة كذا، ستة والسابعة كذا، عشان يعرفنا إيه إن الأخطر اللي أنا هقول عليه في الآخر ده. ستة كانت تشير إلى أيام الخليقة الستة، اكتمال الشيء يعني، يعني اكتمال الحاجات اللي ربنا بيبغضها كانوا ستة، لكن رقم سبعة دي فاقت الإيه؟ ما بعد الكمال، يعني ربنا بيكرهها، أو كلمة يكرهها ديت ربنا يكرهها، مش عارف أنتم موافقين بيها ولا لأ؟ أنت ممكن تشتكوني مش كده؟ تقول أبونا عمال يقول لنا الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت في الله، وجاي يقول لنا النهاردة ربنا بيكره. الله يكره الفعل ولكنه يحب الفاعل. يعني إيه؟ ربنا يحب الفاعل علشان هيرجعه تاني، لا يشاء موت الخاطئ. الخاطئ ده لو ايه؟ حد خريج أزهر هنا؟ فيش حد خريج أزهر؟ أو دارس عربي كويس؟ الخاطئ ده الفاعل، يحب الخاطئ عشان ايه؟ يرجع، لكنه يكره ايه؟ الفعل، فعل الخاطئ، الفعل من الخاطئ ايه؟ خطية. يبقى الله يكره الخطية لكنه يحب الايه؟ الخاطئ. الله يكره القتل لكنه ايه؟ يحب ليه؟ القاتل عشان يقدم توبة، مش كده ولا ايه؟ ما في قديسين من قديسين التوبة قتلوا، موسى الأسود ده، ده كان قطع طريق، ما عرفش قتل قد ايه، ربنا طبعا ينفعنا بصلواته، مش كده؟ إذن الله يكره الفعل ولكنه يحب ليه؟ الفعل، يحبه عشان مش يحبه يعني يستمر، لا، لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع واحد، فتيلة مدخنة ما يطفيش، وقصبة مرضوضة إيه؟ لا يرفض. فإذن هنا الست حاجات اللي انتوا خدتوهم في المحاضرات اللي فاتت أو في الاجتماعات اللي فاتت عارفينها كلكم، مش كده؟ على فكرة الست حاجات دولك مشتركين فيهم إيه؟ الحواس. يعني بيقول في الأول عيون متعالية، عين اشتغلت إيه؟ خلاص؟ أيدي سافكت دم بريء، قلب ينشئ أفكارا رضية، أرجل رجلين كل جاي من فوق من أول العين، نعم وبعدين هنا إيه؟ لسان كاذب، لسان. إذن هنا عد على كل الجسد، وفي الآخر قال إيه بقى؟ شاهد زور يفوه بيتكلم بالأكاذيب وزارع خصومات بين إخوة، وهو ده موضوعنا النهاردة. أنتوا خلصتوا نبتم ولا حاجة؟ صحيح صح صحيح يعني؟ أخطر حاجة ربنا ما بيحبهاش ومكرها أمام نفسه إن واحد يزرع خصومة بين إخوة. انتوا عارفين اللي حصل في يم ابونا ادم وامنا حواء؟ تفتكروهم؟ فاكرينهم؟ مش كده؟ ايه ربنا عمل معهم ايه اما خلق له حواء؟ قال له ايه؟ من اجل ذلك يترك. انتوا فكرينها في متى ولا في مرقس؟ ده كان فين؟ في سفر ايه؟ تكوين. من اجل ذلك يترك الرجل اباه وامه يلتصق بامراته. هنا الايه؟ الاتحاد بعد الايه؟ يترك ترك وبعدين ايه؟ يتحد. الشيطان عمل ايه بقى في الحته دي؟ عمل ايه عدو الخير؟ راح لامنا حواء وزرع خصومه بينها وبين ربنا، شككها في كلام مين؟ ربنا. ولما حصلت الخصومه بينها وبين ربنا حصلت خصومه بينها وبين مين؟ ادم. ادم بقى حاسس انها ايه؟ ده غريبه عنه، حس انهم عريانان، لكن قبل كده كانوا ايه؟ في حاله ايه؟ اتحاد. اذا الشيطان هو عمله عمل الايه؟ الانفصال، يفصل. الشيطان يخش يلاقي 15 20 واحد مجتمعين مع بعض يقول لك شغلتي ان انا اخلي كل واحد ايه؟ لوحده، كل واحد لوحده. وده اللي بيحصل في بعض الكنائس الاخرى، لان الروح القدس مش شغال، فيخش الشيطان يعمل ايه؟ كنيسة تبقى الكنيسة الفلانية الأولى، رقموهم بقى الأولى والتانية وال 15 وال 20 ألف، ليختلفوا مع بعض لأن مفيش روح الوحدة،
مش كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. مش احنا بنصلي من أجل سلام الواحدة الوحيدة؟ لأن في وحدة. إيه اللي عمل الوحدة؟ الروح القدس. إيه اللي خلى الزوج والزوجة الاتنين ليس بعد إسلام بل جسد واحد؟ مأذون ولا أبونا اللي معاه الدفتر؟ أبونا اللي استدعى الروح القدس وإيه؟ وحل عليهم وحول الاتنين إلى إيه؟ إلى واحد. ليس بعد إسلام بل جسد إيه؟ واحد. لأن الذي جمعه الله يبقى الله يجمع، لكن الشيطان يعمل إيه؟ يفرق. عمل الشيطان هو التفرقة، يفرق، يلاقي اتنين بيحبوا بعض يضرب أسفين كده يخلي الاتنين يكرهوا بعض. إذن من يعمل خصومة هو عبد مين؟ أو من جنود مين؟ الشيطان على طول. إذا كنا ما احناش عارفين نعمل سلام وبنعمل خصومات بعيد عنكم وعننا، نبقى احنا أتباع إيه؟ عدو الخير. يقول لك كده فلانة أول ما دخلت العيلة اللي إخواته الرجالة كانوا بيحبوا بعض وكانوا شركة، الله يسامحها، أول ما حطت رجلها في العيلة حصل إيه؟ فركتش الشركة وبقى كل واحد إيه؟ مش قابل التاني. تبقى دي صاحبة إيه؟ سلام. ومع مبغض السلام كنت صاحب إيه؟ طبعا لا، ده داود النبي اللي بيقول كده، مع مبغض السلام كنت صاحب سلام، وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني إيه؟ باطلا. شفت داود اللي قلبه حسب ربنا كان بيعمل إيه؟ مع مبغض السلام كان صاحب إيه؟ سلام، كان صاحب سلام. عشان كده لما جت الملائكة تبشر بميلاد المسيح، يبقى العدو آدم الأول فقد سلامه بسبب إيه؟ الخصومات اللي حصلت بين الإنسان والله، فصار الله إيه؟ فصار الله بينه وبين الإنسان يقول له آدم آدم أين أنت؟ يقول له سمعت صوتك. بعد ما كان صوت ربنا بيفرح أبونا آدم بقى إيه؟ يخوفه نتيجة إيه؟ ما بقاش فيه سلام. هكذا افتقدت البشرية السلام حتى ولد ملك السلام. عشان كده كان الملائكة لما جوم يبشرهم وهم بيسبحوا تسبيحة الميلاد بنقول إيه؟ المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس الإيه؟ المسرة. بدأ يبقى عصر السلام، ويصير السلام ثمرة من ثمار الروح القدس. نقرأ عنها في غلاطية 5 لما يقول ثمار الروح، أما ثمار الروح فهي محبة فرع سلام، وهو نلاقي إيه؟ جاية رقم 3، محبة فرح سلام. والسلام مطلب عالمي. طبعا نقرا ونقول كده لقمه يابسه مع سلام خير من بيوت مليانه ذبائح مع ايه؟ مع خصام. صح ولا لا؟ كلنا مجربين كده. لما الواحد يعيش في سلام دي نعمه من عند ربنا. يعني سلام ربنا، واحنا نصلي كده نقول في الصوم الكبير سلام الله الذي يفوق كل عقل فليملأ قلوبنا بالمسيح يسوع ربنا. يبقى احنا هنا هدفنا ايه؟ سلام ربنا، سلام ربنا. وطول القداس ابونا كل ما يصلي يبص لنا يقول لنا اريني ايه؟ باص يعني ايه؟ السلام لجميعكم. وما زال العالم يبحث عن السلام لدرجة ان احنا نسمع نقول ايه؟ اتفاقية الارض مقابل الايه؟ السلام. يعني ممكن الناس تضحي بارض مقابل ان يبقى في ايه؟ سلام. لان لو في الارض موجودة وما فيش سلام، حد يعرف يعيش ويتمتع بالارض؟ وده اللي قاله سيدنا البابا ربنا يخليه لنا قداسة البابا تودروس، المقولة الشهيرة بتاعته، ودي تؤكد ان احنا ولاد ملك السلام. لما قال ايه؟ وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا ايه؟ وطن. سلام، مش كده ولا ايه؟
علشان كده نحن دعينا أولاد ملك السلام، وقال طوبى لصانع السلام لأنهم إيه؟ أبناء الله إيه؟ يدعون. ولاد ربنا يحضرهم يبقى فيه انشقاقات، نقول فلانة دي أو فلان ده، ربنا خليهم أول ما بيبقوا موجودين السلام بإيه؟ بيحل. السلام إيه؟ يحل. وصانع السلام من أهم الصناعات على وجه الإطلاق. صانع طائرات، واحد يقول لك أنا صانع طائرات، أقول لك ولا يهمني، صانع يعني مركبات فضاء، ده ما فيش بعد كده ناسا بقى وكالة ناسا وكلام من ده، ولا يهمنا الكلام ده. اللي أعظم من جميعهم دول جميعهم هو صانع إيه؟ السلام. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله إيه؟ يدعون في الموعظة على الجبل. إحنا أولاد سلام، صاحب سلام. إيه اللي يخلي الواحد ما يبقاش صاحب سلام؟ وعاوزين نخلي بالعكس نقول كمان، إيه اللي يخلي الواحد يتحول إلى صانع سلام؟ لأنها مهنة، مهر عاوزة مهارة يعني. أولاً الذي لا يصنع سلام ليس في قلبه محبة، بل إن المحبة بتجيب له ارتكارية. أول ما يلاقي اتنين بيحبوا بعض يبدأ ليه؟ الغليان إيه؟ يشتغل، ويبدأ يفكر إزاي يوقع إيه؟ يوقع بينهم، مش كده ولا إيه؟ لو الإنسان صانع السلام، صانع السلام زي ما بيقول، اللي مش صانع سلام وصانع خصومات هو إنسان يفتقد المحبة، فصانع السلام هو إنسان قلبه مليان إيه؟ محب. محب احنا بنلاقي حموات أحن وأطيب من الأمهات، تقول لك دي مرات ابني بقت بنتي، أنا بحبها أكتر من ابني كمان. شفت المحبة إزاي؟ محبة، قلب محبة. زوجة الابن تبقى شغالة تحت رجليها، تبقى خدامة تحت رجليها بالمحبة، مش غصب عنها، مش بالخنوع. هنا إيه؟ صانع السلام إنسان قلبه كله إيه؟ محبة. وزارع الخصومات واحد قلبه كله إيه؟ كراهية. كراهية لدرجة إنه يبقى كاره نفسه، مش كده؟ إزاي يلاقي ناس حلوين قاعدين مع بعض بيتكلموا بسلام وبمحبة؟ فهو إيه؟ فاقد المحبة، وفاقد الشيء لا إيه؟ لا يعطيه. إذن لو كنا عاوزين نبقى صناع سلام علينا أول حاجة بإيه؟ المحبة. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو إيه؟ نحو بعض، نحو بعض. المحبة، المحبة التي بدونها لن نعاين ولا ندخل الملكوت، لأن ثلاثة قال كده، الرجاء الإيمان والرجاء والمحبة، لكن أعظمهن المحبة. ليه؟ لأن الإيمان هيبطل لما نروح السماء، خلاص هنؤمن بيه تاني، ما احنا آمنا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، وإحنا بقينا في الدهر الآتي. الرجاء في المسيح أنه يخلص، وإحنا خلصنا خلاص ووصلنا السماء، هيبطل. لكن الحاجة الوحيدة اللي هنشتغل بيها في السماء هي إيه؟ المحبة، هي اللي هتدوم. المحبة، المحبة، لأن من يثبت في المحبة يثبت فين؟ فالله. المحبة، هل محبتنا محبة عملية؟ محبة بلا مقابل؟ محبة إلى المنتهى؟ محبة بلا سبب؟ لازم نسأل نفسنا. إحنا أولاد، حتى الجماعة أهل العالم يقولون أنتوا أهل الإيه؟ أهل المحبة. ميجي واحد يتدخل في مشكلة ويفهمني أنه فاهم يعني الموضوع صح، يقول لي إيه؟ يا أبونا إحنا عارفين أن أنتوا أهل الإيه؟ المحبة. أقول يا ربي، هل أنا كأبونا سالك في المحبة اللي إحنا بنتصف بيها دي، ولا بس مجرد صفة ونيجي في المحبة العملية نلاقي إيه؟ ناخد إيه؟ ناخد درجات قليل. لازم المحبة. إذن الإنسان الذي يزرع خصومات ويزرع، يعني عارف يزرع يعني إيه؟ يعني أصلا هو اللي حاطط الإيه؟ البذرة. الزرع يعني إيه؟ يعني هو اللي بذر البذرة، مش موجودة. عارفين الزرع طبعا، انتوا كلكم عارفين الكلام ده، عندكم البلكونات بتحطوا فيها زرع. لو ما حطيتش البذرة الزرع مش إيه؟ مش هتطلع. علشان كده إيه؟ الزارع هو اللي بيبذر البذرة، بيجيبها مش موجودة،
مش بيجيبها من بره. يبقوا ان الناس عايشين في سلام، وزي ما قلت لكم يخش واحد فاقد السلام وزارع خصومات، وهذا الشخص مكرهة نفس الله. عشان كده الزارع الخصومات مكروه أمام الله، أو زراعة الزراعة خلينا في الفعل، الذي يزرع أو زرع الخصومات مكروه أمام الله. ولاد ربنا لازم لما يلاقوا حد اتنين متخاصمين مع بعض ما يهنق لهم شبال إلا لما يصلحوهم. ده ولاد ربنا في الشغل في البيت مرتاحش، إزاي أعرف صاحبتي وصاحبتي أو زميلتي وزميلتي أو شريكي مع شريكي التاني زعلانين وأنا انبسط أو أنا أتفرج؟ أوعى، أنت صانع سلام، بيس ميكر، أنت اللي بتصنع السلام. ده لو مش سلام مش موجود، قل يا رب اديني فرصة أن أنا أكون وكيل ليك في موضوع أن أنا أزرع سلام بين إخوة، مش أزرع خصومات بين إخوة. في البستان قصة، بستان الرهبان، راهب كان قاعد برا الدير في القلاية بتاعته يعني، وبعدين ايه مل من القعدة برا، فقال لك اخش الدير. فراهب تاني قال له يا ابونا كبير بقى الراجل الشيخ كبير التاني اللي كان برا ده، اقعد في القلاية بتاعتك اخد بركتها وكده. راح قعد في، قال له ماشي خد، ما انا سايبها يعني. فبدأت الناس تتردد على الأب الراهب اللي راح القلاية اللي بره الدير بتاعت الراهب الكبير ده، وهو كان طباوي وحلو، فبدأوا الناس تتردد عليه ويقفوا بالطوابير عشان ياخدوا منه إيه بركة. فسمع صاحبنا صاحب القلاية الأولاني فاغتاظ يعني، فجاب واحد من ولاده قال له اطلع للراهب ده قل له فضي القلاية حالا فورا، ابونا عاوز القلايه بتاعته. فراح ايه الراهب الصغير ده، راح قال لابونا اللي قاعد، قال له ابونا الكبير بعت لك السلام وبيطمن عليك، وبعتني مخصوص عشان افتقدك وبيطمن عليك. ورجع قال له بلغته ابونا، قال له عمل ايه؟ قال له خلاص هي يعني هو انا بلغته الرساله وان شاء الله ما فيش حاجه. قال له روح قول له لازم تسيب القلاية، ما ينفعش الكلام ده. الأخ ده أو الأب الراهب الصغير ده راح واخد هدايا وطالع بيها على مين؟ على الراهب، وقال له أبونا الكبير صاحب القلاية الأصلي بعت لك الهدايا ديت. قال له معقولة؟ ده أنا ممنون ليه؟ ده أنا محرج منه، ده هو بركة في كل حاجة، ده قديس، ده لولا قدسته أنا مكان الإيه؟ المكان ده يبقى بركة، ده المكان اللي أنا قاعد فيه كله إيه؟ بركة. ورجع تاني قال له عملت، قال له بلغته أبونا، قال له شوف أنت واضح إن هو إيه؟ خلاص ربع وريح في القلاية، أنا هروح أطرده منه. راح الراهب الصغير جاري للراهب التاني قال له إيه؟ أبونا جاي علشان قلت له إن أنت بتسلم عليه، فهو جاي يشوفك لأنك وحشته. فقال له أبويا الكبير يجي، راح سايب القلاية ومقابله في نص الجبل واداله مطانية وقال له أشكرك يا أبي على الهدايا اللي أنت بعتها لي وصلواتك اللي كانت وسلامك اللي بتفهمها من إيه. الراهب الصغير كان بياخد الكلام ديت ويحولها إيه؟ صاحب سلام، زارع سلام، مش زارع خصومات. ده احنا ما بنصدق أحيانا نلاقي حد تلفظ كده هو متعصب ولا زعلان وقال كلمة على حد، أول تليفون على طول فلانة قالت عليك كذا وكذا وكذا وكذا، حتى كذا معقولة؟ آه، ولو كمان هي ما حسناش بقى بالاستجابة من ارتياح يعني نزود حاجة من عندنا كمان. أوعوا تكونوا زارعي خصومات. القصة اللي احنا قلناها ديت إن كان لها في بعض السلبيات إنه كان بيوصل، لكنه كان يقصد إيه؟ يقدم توبة، بس عمل إيه؟ عمل سلام بين إخوة، ما زرعش خصومة. اوعى نكون احنا بسبب عدم المحبة اللي في قلبنا او محبتنا قليلة ما نقدرش نعمل كده. الكلام ده اقوله كمان للامهات والابهات، نلاقي الابهات والامهات خلوا بالكم يفرقوا بين ولادهم،
فرقوا بين الصبيان والبنات، فرقوا بين الكبير الناصح او كده او الغلبان الكبير اللي مغلوب على امره اللي مش عارف ايه، والواد الصغير الشقي اللي ممكن يجيب الفلوس من الهوى، فيقوموا يزودوا له شويه من الميراث او يزودوا له شويه من حاجه او محبه او اهتمام. والولاد يقول لك انا مستني بس يا ابونا لما السر الالهي بتاع ابويا وامي يطلعوا، وانا هاخد اخويا ده هلهله في المحاكم. الام والاب الغير حكيم قد يكون بدون حكمة يزرع خصومة بين ولاده. وأوعك كأم وأوعك كأب يهدالك بال ويجيلك نوم وانت عارف أو ابنك أو ابنك مختلف مع ابنك التاني لأي سبب، لأي سبب. نفتكر أبهاتنا إنما ما يجيلهمش راحة. انت فكرت في أخوك ليه تقول كده؟ أخوك بحبك، ولو ما حبيتوش بعض أنا قلبي مش هيبقى راضي عنكم، ويا ريت ترضوا قلبي ان انتوا تتصالحوا مع بعض. وافتكر ناس كتيره في العيله، بص لقيت الست الكبيره تعرف ان اخواتها بعد ما اتجوزوا وخلفوا وهو بينهم بعض طشاش، تطلبهم تقول لهم تعالوا لي حالا، يجوا الاثنين للاخت الكبيره بعد وفاه الام وتقول لهم ايه انا زعلان، انا سمعت ان بينكم ايه زعل، اللي زعلان من التاني يقول لي دلوقتي ويتصالح معاه علشان اقوم اعمل لكم وما تاكلوها مع بعض عندي هنا. صانع سلام، صانع سلام. اوعى او اوعي تبقى حاسه ان في مكان ما فيهوش سلام وتسكتي او تسكت. خليك صانع سلام كمعلمك الذي كان يقول يصنع خيرا وكان لا يصيح ولا ملوش صوت وكان يصنع سلاما. المسيح قدوة بتاعتنا، ربنا يسوع المسيح ملك السلام، ملك السلام. حتى لما دخل على التلاميذ قال سلام لكم، سلام لكم، سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم. الميراث اللي ربنا مدهلنا زي ما يكون أب كده بيورث ولاده يقول لهم إيه الفيلا والعزبة والعربية بتاعتكم أسيبها لكم. لا، المسيح ما سابلناش حاجات من الكلام ده لأن الكلام ده كله فاني، لكن قال إيه؟ سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. السلام اللي ربنا مديهولنا لازم نفيد بيه على آخرين، نفيد بيه على آخرين. النقطة الثانية، زارع الخصومات إنسان غير حكيم، يفتقد للحكمة، عندوش حكمة. هيستفيد إيه أصلاً؟ ده ممكن واحد زي ما واحد بيضرب نار يقعد في بيت كده وقال لك ايه انا هولع في البيت ده، طب ما يولع، ما هتولع معاه. يعني انت لو حصلت اي ضرر ما انت هتضر معاه، هو ده الانسان، فما فيش حكمه. علشان كده احنا الانسان الذي يزرع سلاما هو انسان حكيم، حكيم. ولاد ربنا يطلبوا الحكمه. سليمان الحكيم اما حب ربنا قال له اطلب، ما طلبش حاجه غير انه ياخد له ايه الحكمة، الحكمة. والحكمة والإفراز والتمييز نعمة من عند ربنا. الإنسان زارع السلام هو إنسان حكيم، والإنسان زارع الخصومات إنسان جاهل، جاهل، لأنه هيخسر، هيخسر. الإنسان الحكيم والمفقر عنده نعمة الإفراز ونعمة التمييز يقدر يميز ويقدر يصنع سلاما. والإفراز والحكمة والتمييز حاجات فضيلة لازمة لكل الفضائل. وعلى رأي قداسة البابا المتنيح البابا شنودة الثالث يقول أي فضيلة بلا حكمة هي ليست فضيلة على الإطلاق. محبة بلا حكمة مش محبة، اتضاع بلا حكمة مش اتضاع، بهدلة، تجيب صغر نفس. اتضاع بلا حكمة، سيد المسيح المتضع اللي قال من ضربك على خدك ده حوله الآخر، لما جه اللص يضربه قال له إن كنت قد فعلت رضيا اشهد علي بالرضي، لكن إن كنت لم أفعل رضيا فلماذا تلطمني. هو هو. إذن هنا إيه؟ الحكمة هي فضيلة ملازمة لكل الفضائل، وأي فضيلة بلا حكمة هي ليست فضيلة على الإطلاق.
لو إنسان مضطدع بلا حكمة هيخلي الناس كلها إيه؟ معلش يعملوه حاجة بتمسحوا بها البلاط. احنا مش عاوزين كده، أولاد ربنا مش كده. اتضاع يوحنا المعمدان لكنه كان قويا في الحق، كان مضطدعا وكان إيه؟ قويا. ده الفكر، الفكر دي. إذن الإنسان الذي يزرع خصومات هو إنسان جاهل، يجهل، يجهل أن المحبة شيء عظيم، أن السلام نعمة كبيرة جدا جدا. الدول نفسها أنشأت المنظمات الدولية من أجل إيه؟ إحلال السلام وحفظ السلام، بل عملت قوات حربية أو قوات عسكرية اسمها قوات حفظ الإيه؟ السلام، لأن السلام حاجة نعمة كبيرة جدا جدا كلنا محتاجينها، كلنا محتاجينها. الواحد يعيش في سلام دي نعمة كبيرة. يبقى قلنا الإنسان زارع الخصومات يفتقد إلى إيه؟ المحبة، ويفتقد إلى كمان إيه؟ الحكمة. الحكمة، الإنسان الذي يزرع خصومات بين إخوة هو إنسان يفتقد إلى الإيه؟ إلى المحبة، ما في قلبوش محبة، ويفتقد إلى الحكمة. وكمان الإنسان زارع الخصومات هو إنسان متكبر، كبرياء، علو الذات. ولو تلاحظوا عيون متعالية، كانت العدد رقم كام؟ 17 في أول حاجة. العين المتعالية، العين المتكبرة، العين المتكبرة هي ديت من ضمنها الذي يصنع سلام. إيه اللي خلى الحكمة، عدم وجود الحكمة مع ابن مين؟ ابن سليمان، مش كده؟ اسمه إيه؟ يربعام. دخل خد مشورة مين؟ الشباب الصغير، قالوا له إيه؟ ما تبقاش طيب زبوك، العنف والشدة تقدر تعمل إيه؟ تسيطر، علشان ما حدش يستهين بحداثتك حالة تخليك إيه؟ عنيف. فخد بمشورة مين؟ الشباب. فراح داخل على المملكة قال لهم بقى انسوا إيه؟ انسوا اللي كان بأبوه أو جدي، دولت أولد فاشن، ملناش دعوة بيهم، موضة قديمة. أنا دلوقتي اللي هيعمل كذا هعمل له كذا. راح حصل إيه في المملكة؟ انقسمت، انقسمت، دخلت الخصومات نتيجة إيه؟ كبرياء. أنا الملك وأنا المسيطر وأنا وأنا. إذن هنا ما كانش فيه حكمة وكبرياء. الكبرياء يزرع الخصومة، أما الاتضاع يطرد الخصومات إلى إيه؟ إلى الخارج. الاتضاع، الاتضاع. في المشاكل الزوجية من حيث أن أنا في المجلس الكليريكي العام بنلاقيها كلها سببها إيه؟ خصومات بتخش في الأسرة. الزوجة، الزوج والزوجة بيحبوا بعض ويبقى فيه فترة خطوبة حلوة ويتجوزهم، نلاقي حد دخل أخت زوج مثلا تكون سبب في المشكلة كلها. وحالات عندنا عملية بكده، يا بنت إيه هدفك؟ ما فيش هدف، هدفك غير أنها تخرب بيت أخوها. يعني يبقى قاعدين في الموضوع أبص ألاقي واحدة دخلت زعقت وراحت ماسكة في الست وادت لها كلام في جنابها وقالت لها أنت مش عارف إيه وإيه. بقول له مين دي؟ يقول أختي. هنا إيه؟ لا حكمة ولا محبة. البندين اللي إحنا قلنا عليهم، محبة والحكمة، مش موجودين. إذن إحنا زرع السلام وعدم زرع الخصومات يحتاج إلى إيه؟ إلى اتضاع، إلى محبة، إلى حكمة. يطلب الإنسان الذي يزرع سلاما هو إنسان تائب، إنسان تائب. لأن مش ممكن إنسان يزرع سلاما ويسعى للسلام ويصنع السلام ويكون إيه؟ إنسان عايش في الخطية. ما عندوش. الإنسان الذي يزرع خصومة إنسان قاسي القلب، قاسي القلب. أما يلاقي زوج وزوجة ويقع بينهم، أو يلاقي أسرة، أو يلاقي بلد، ده دول ممكن حد يكون سبب خصومة بين دولة. الحروب اللي بيننا وبين الكلام ده هتلاقيها كلها إيه؟
جهاز من الأجهزة الأمنية عندهم نقل معلومة، والمعلومة حصل فيها إيه؟ كبرت وخدوه على كرامتهم وبدأت الحرب. نتيجة إيه؟ نتيجة نقل كلمة. الإنسان التائب والنقي القلب ما ينقلش كلام. ده لو زي ما قلت لكم الراهب، شفت الراهب كان بيسمع كلمة ويروح يعمل إيه؟ يحليها، مش يسمع كلمة وينقلها. أنا ما عملتش حاجة غلط يا أبونا، أنا مجرد إيه؟ سمعت وقلت. هو السمع والأولان غلط؟ أقول لك آه، لأنه بدون حكمة، بدون حكمة. لو سمعت كلمة من حد زي ما قلت لكم، مش لازم إن إحنا ننقلها، وننقلها بصورة سواء كان بصورة حقيقية أو غير حقيقية، الاتنين غلط، الاتنين غلط. الكنيسة لما انقسمت إلى طوائف كان سببها إيه؟ كبرياء، كبرياء، كبرياء. انقسمت نتيجة الكبرياء. جه أريوس، قلنا تعالى يا أريوس اقف قدام المجمع، و 318 ومرة 200 ومرة 150 للمرتقين، يعني تعالوا اسمعوا، ده 200 أسقف، ده 318، ده 150، اسمعهم. هل انتوا تبقى انت صح والأساقفة دي كلها والبطارقة دي ورؤساء القراريز دي كلها غلط؟ ما تقول أخطيت، سامحوني، حلوني يا أباء، أنا غلطت وعرفت غلطتي. لكن الكبرياء، الكبرياء اللي عمل خصومة وحصل قسم جسد، قال له أريوس أنت قسمت جسد المسيح، نتيجة إيه؟ كبرياء الذات، الذات. ما أقولش غلط، يا ريت لغة الاعتذار تبقى عندنا، نعلم أولادنا شكرا. ثلاث حاجات أنتوا عارفينها مش كده؟ ثانك يو وسوري وإيه؟ بليز، مش كده؟ من فضلك، شكرا، آسف. احنا عندنا أحيانا يقول لك إزاي أنا أقول آسف؟ يا عم ده كلمة آسف دي، يقول لك كلمة آسف يا ماما ما تقوليها لجوزك، خلاص أجونا تات اعتذار. لا 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 لا، أنا ما اعتذرش، مش ده اللي بيحصل. كبرياء، الكبرياء يعمل الخصومة ويعزز الخصومة. لو الإنسان أخطأ يقول إيه؟ أخطأت، أخطأت. العايش حياة التوبة يعرف يقول اعتذرت، لأنه دايماً عمال يقول إيه؟ أخطيت إيه؟ ولا بنقولها كده مجاملة، أخطيت حللني، أخطيت سامحيني، بنقولها كتير. لكن إحنا أحياناً بنقولها كوجهة اجتماعية، يعني حاجة لازمة كده إيه؟ بنقولها لبعض. لكن أنا لا أخطيت ولا عاوزك تسامحني ولا عاوزك تحللني، بس هم بيقولوا لي كده. واحد يجي أخطيت حللني، طب يا حبيبي اعمل كذا، لا ايه اللي دي؟ قال لا، انت بتقول اخطيت حللنا اهو، وابونا خادم الشريعه بيقول لك الشريعه بتقول كده، يقول لك لا 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 اخطيت. طب اخطيت حللني من ايه؟ طيب قول لي بقى. اذا الانسان التائب هو الانسان الذي يزرع سلاما، اما الانسان غير تائب قلبه قاسي وعنده قساوه قلب وعنده كبرياء. و الحاجه الرابعه اللي تعمل خصومات، الغضب، الغضب. غضب الإنسان لا يصنع بر الله، وبر الله هو إيه؟ السلام، مش كده؟ إذن الإنسان اللي عنده غضوب، وفي مقولة بتقول إن أقام الغضوب ميتا فهو ليس مقبولا عند إيه؟ عند الله. الغضب ربنا يحفظنا منه، لأن الغضب يسبب خصومات ويسبب عدم سلام في المكان. نعالج ازاي بقى الكلام ده كله؟ نرجع لمحبتنا الاولى، نرجع نحب ربنا، واللي يحب ربنا يحب الناس ويحب نفسه. لكن الانسان اللي كاره ربنا ومفيش بينه وبين ربنا حاجه، يعمل خصومات بينه وبين ربنا تبقى موجوده، لان الخطيه هي عداوه لله. من يصنع الخطيه هو عدو لله، يبقى في عداوه بينه وبين ربنا وعداوة بينه وبين نفسه، فلازم يكون في عداوة بينه وبين إيه؟ الآخرين. الحكمة، يطلب الحكمة، يقعد مع حكماء. كنت فاكر وإحنا صغيرين كده في الكنيسة اللي عرفنا القطمارس، واللي عرفنا نجيب اليوم مستلف من إيه، ودي قبل إيه ودي بعد إيه، والدفنار والتسبحة، اللي علمونا أبهاتنا الموجودين في الكنيسة، مش أبهاتنا بجسد بس يعني، وجدودنا اللي طلعوا على المعاش،
فكانوا فاضيين بعد طلعوا من 60 فاضيين، ما عندهمش غير ايه الكنيسه سواء سيدات او رجاله، يقعدهم ونقعد نتنقعد معاهم نشوفهم بيتكلموا مع بعض ازاي. يقول له يا سي فلان، يا فلان افندي، ايه الاحترام ده؟ احترمين احترموا بعض. فالحكمه انقلها من خلال معاشره الحكماء. الانسان اللي يقعد مع حكمه يصير حكيم، واللي يقعد مع جهله وكده طيشين كده هيتعلم الطياشه، لان المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيد. يبقى اذا اطلب الحكمه في صلواتي، من تعوزه حكمه فليطلب من ايه؟ من فوق. والله يعطي بسخاء ولا يعير. يعير يعني ايه؟ يعير يعني يعيرنا مش بمقياس. بيدي حكمه عارفين زمان لما كانوا الكيلة، عارفين الكيلة ولا لا؟ كيلة القمح وكيلة الذرة وبتاع، كنا نروح السوق كده في البلد يعملوا ايه؟ يجيبوا البتاع كده الكيلة يعملوها كام واحدة، وبعدين ايه؟ يقوموا حاطينها كده ايه؟ واخدينها في حضنهم، حاطين كمان ايه؟ في حضنهم عشان يحطوا. ربنا بيعمل كده، مش بيدينا بالمكيال بس، ده بيدينا فوق الايه؟ المكيال كمان. حكمة. الحاجة الثالثة الاتضاع، نتضع عشان نكون صانع سلام. إذن من يريد أن يكون زارع سلام وليس زارع خصومة، عليه بالمحبة، عليه بالحكمة، عليه بالاتضاع، عليه كمان بالتوبة والاعتراف المستمر، البعد عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر إيه؟ ربنا. ربنا يمنحنا سلامه لأنه هو ملك السلام. وعندنا لحن في الكنيسة اسمه إبقورو. إبقورو ده لحن بقورو اللي بنقوله في الأفراح وفي استقبال الأباء الأسقفة وفي الأعياد. يا ملك السلام أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. أمين.